قدم لي هذا الكاتب وقدمت لأولادي، وإحنا الآن مدمنين باولو. شو أكثر رواية حبيتيها عنده؟ أنا كل رواياته أحبها لأنه جو الصحراء أنا يجذبني. بس ما يكرر الثيمة نفسها في ال... معليش بس أنت تجدين عنده في كل رواية في لمحة جديدة. مثلا الكون يكرر، لكن أيضا تحبين تقرينه. نعم. يمكن أنا لأني عاشقة لجو الصحراء يعني حبيته، حتى لما كتب كوبي أبي امرأة في الرمال ما زلت أكرر قراءتها. أنا أحب جو الصحراء. حلو. علاء الدين الأسواني. علاء أشوف له يعني شفت لعمارة يعقوبيان الحقيقة قريتها، وقريت للرواية الثانية شيكاغو. اللي هي شيكاغو عجبتني أكثر من عمارة يعقوبيان. وعجبني المسلسل والفيلم أكثر من رواية يعقوبيان. عبده خال الروائي السعودي. عبده خال أحبه وايد، وبعدين يعجبني أنه يعني مثابر ومتواضع جدا، ولا من النوع اللي يعمل إعلان عن نفسه. نعم. جدا دائما بالظل، ولكن روائي أنا اللي قلت لك مساء في روائيين سعوديين ينافسون الروائيين العرب، عبده خال واحد منهم. نعم. نروح لأمريكا اللاتينية. يلا. شيخهم ماركيز. ماركيز أنا قريت لأول شيء 100 عام العزلة، وقريت للبطريرك، وقريت لأنا عجبني الجو الغرائبي والحب في زمن العزلة. أنا أحب أروين الجو اللي فيه أشياء اللي كنا نعتقدها وإحنا صغار، أجواء الجن والسحر والأشياء هذه تعجبني رواياته. وما زلت يعني ما أفوت له كتاب، لأنه خلاص متى ما حبيت الكاتب التابعينه. في كتاب لا الحقيقة قمت أقراهم خلاص عمل عملين وبعدين لا أجبر نفسي لأن عيوني ما تساعدني ولا يعجبني يعني النص فبطلت. حنا مينة. حنا ضليت حنا إذا قلت صداقة، وكتب هو أول من يعني أول كاتبة يكتب عنها وقال وجدت موهبة. بس أنا ألوم حنا في استعجال أنه كل سنة يصدر كتاب، يمكن بدفع من دار النشر ما أعرف. أجد الآن أنه حنا محتاج إلى فترة طويلة يرتاح فيها وممكن يركز. هو كتب كل سيرته الذاتية في رواياته، بس حتى لا يكون في يعني لغة حنا كانت جميلة الياطر. أنا من الروايات المرعبة اللي أذهلتني الشمس في يوم غائم. نعم. الدغل وبقايا صور والمستنقع. بس الآن أشوف يعني أقراه، ما زلت أقراه لأنه صديق ولازم أقراه يعني. بس أجد أنه في البداية هل تحسين أنك تجاوزتي هذه الكتابة لأن الوعي والخبرة والممارسة؟ السردية ما عادت يعني السردية في كل أي رواية عربية، ولذلك أنا الشباب صاروا يعملون هذا التجديد في كتابتهم. صار يثيرني وصار أيضا يخليني أفكر. يعني مع أنك ما تحب التقنيات الحديثة كثير في الكتابة. أنا يمكن ما أمارسها دائما. أي. أنا ما زلت يعني ربما كلاسيكية، تحبين تكونين تدخل أنت كما الحداثة بس بشكل أيضا مش معقد عند بعض. أنا لا فيها. شبهتي هذه التقنيات باللغو الكريستالي. في حداثة في حداثة لا تطاق. نعم. من قال أي حداثة هذه؟ نعم. في حداثة أم مو عارفين. نعم. ليلى العثمان ربما ذكرت في المقدمة، ليلى العثمان ليست كاتبة أو روائية، ليلى العثمان اليوم ظاهرة صاحبة صالون وبيت يستقبل كل ضيوف الكويت، وهذا شيء معروف يعني. نعم. الكويت ليلى العثمان تفتح البيت للفنانين والأدباء والكتاب. عندك صدقات على امتداد الوطن العربي اليوم. لله. بكلمة واحدة فقط، المثقف الذي وجدته يتطابق مع نفسه، النص مع الإنسان، مع سلوك الإنسان. وسين الأعرج واحد منهم يعني، في كثير. اسماعيل. نعم. فهد اسماعيل رواية مدهشة لا تملين منها، رواية مارغريت دوراس العاشق. ورواية اللي قلت عليها كوبي أبي. وروايات واسين الأعرج أقراها أكثر من مرة. أحب الطاهر والطار رواياته. نعم. رواية المذهلة اللي أذهلتني أول ما قريت له اللي هي اسمها غريب، لا مش غريب اسمها بس أنا الذاكرة صارت من البدايات. أو رواية من روايات الطاهر والطار اللي فيها كذلك الجو الغرائبي والجو المشحون. يا ساتر ولا أنا ذا أحتاج إلى علاج أنا. وأنا بعد أنا معطلة. لو لم تكوني كاتبة لكنت كاتبة. كاتبة أنا لا أنفع. مع أن مرة قلتي لي أن حلمك تكونين ممثلة. أحب. أنا وأنا صغيرة كنت ممثلة مسرح، وتمنيت أن والدي يخليني أكمل، وما زلت أحلم
أني أنا أكون ممثلة مسرح، ويا ريت كنت جدية أكثر في فترة الستينات أيام صقر رشود. ما كان عندي مانع أني أنا أمثل باللغة العربية الفصحى مسرحيات تاريخية، لأنه كان مسرح راقي ومشجع. ما الذي يغضب ليلى العثمان؟ كلمة واحدة. الحقد، الحقودين والحسودين. ما الذي يرضيك؟ ترضيني أي ابتسامة أشوفها على وجه أولادي، ويرضيني حب أصدقائي لي. ما أكثر شيء يحزن ليلى العثمان؟ الحروب والأطفال المشردين في هذا العالم. الرواية، بعضهم قال الرواية نافذة على البشر، كما ذكر الروائي الراحل عبد الرحمن منيف، وهناك من قال الرواية هي الخلاص. ترى الرواية عند ليلى العثمان شو هي؟ والله الاثنين، هي فعلا الخلاص. الرواية عندي يعني هروب، هروب من حالة نفسية أو حالة اكتئاب أو حالة جنون. أخرج منها لأكتب حتى أشعر بالراحة والسعادة. نخرج إلى هذا الفاصل الأخير مع الكاتبة ليلى العثمان، نلتقي بعد قليل. جائزة ليلى العثمان للقصة والرواية، تدخلين السنة الثالثة صح؟ نعم. قلتي عن جائزتك أنها تمنح للكويتيين والكويتيين فقط، والبعض قال عنك شعوبية في هذا. نعم. شمعنا الكويتيين؟ وقلتي فلتكن نحن في الخليج لا أحد يكرمنا، بل العرب يأخذون كل جوائزهم من الخليج. هذا مو نوع من الشعوبية، وأنا ضد الشعوبية، وأنا إنسانة عربية، ولكن من حق أولاد بلدي وشباب أولاد بلدي أن يكون لهم تميز. وبعدين هذه مش مؤسسة، يعني مش مؤسسة كبيرة حتى تنفتح على العالم. أنا فرد ومعاي مجموعة من أصدقاء، نأخذ رأي بعضنا ونقول منه اللي يستحقها. ولا أريد أن أعمل مؤسسة، وأولاد بلدي أولى. إحنا ما نأخذ، عمره ما حد كرمنا من الوطن العربي، ولا فكر بكاتب خليجي ولا بكاتبة خليجية ولا بناقد خليجي. كأنك ترفعين تظلم بهذا التصريح. ونقادنا معروفين، يعني عندنا نقاد كبار بالسعودية بالذات، ما عمري أشوف حد عطاهم جائزة. بالعكس، كل جوائزنا الخليجية كلها للعرب، وحلال عليهم ويستحقون. لكن أيضا أنا ببر أولاد بلدي، هل هذا في عيب ولا اتهم بالشعوبية؟ هذا اللي فكر هكذا هو عنده قصور في تفكيره. نعم. السنتين اللي مروا، سنة حصلت عليها، سنة حصلت عليها استبرق أحمد عن مجموعتها عتمة الضوء، والسنة بعد سنتين، هي كل سنتين. نعم. حتى أعطي فرصة للإنتاج. حصلت عليها ميس العثمان عن روايتها عرائس الصوف، والسنة سنعلن قبل أسبوع من الجائزة. حصل عليها اسم أيضا من الشباب الجدد، يعني متميزين. شاب يعني مو شابة؟ شاب. حلو. كل كاتب أو كاتبة لديه في ذهنه كتاب مستحيل، كتاب يحلم بكتابته صح؟ لكن هو دائما هو الكتاب المؤجل. في كتاب تحلمين بكتابته ما زلتي ليلى العثمان؟ هل هذا هو كتاب السيرة الذاتية؟ لا، ولا في لا شيء ثاني؟ أنا أحلم فعلا أني أنجز كتاب عن والدي، وأنا أكثر الناس اللي ممكن أكتب عنه. يعني شعره وعن أدبه وعن كذا ممكن أي ناقد يستلم هذا الجانب، ولكن أريد أن أكتب عن أبي بشكلين. نظرتي له كرجل له هالسمعة الحمد لله الخيرة، وخاصة الآن بعد ما أخذوا بيتنا مال النقرة وعملوه، استلم المجلس الوطني من الآثار اللي احتفظ فيه. أنظر لك رجل أسطورة، هذا الرجل في عدالته وفي كرمه وفي خيره، يعني عجيب. جميل، إن شاء الله تنجزين. ونظرتي لك أب، كيف سأكتب عن أبي؟
هذا الكتاب اللي أحلم فيه، والحقيقة أنا عديت يعني من الفصول، وإن شاء الله أتمنى أني أكتب عنه، وأنه الناس يجب أن تعلم أنه أنا لما أكتب عن والدي أكتب عنه بعدالة، بنظرة البنت وليس بنظرة الناس الآخرين. نعم، في السنوات الأخيرة نما عندك اهتمام خاص بأدب الرحلات. نعم. وقلتي المدن كالرجال، احنا دائما نسمع مقولة المدن كالنساء، انت عكستي البنية. ايه، انا بالنسبة لي كامرأة المدن كالرجال. نعم، ان هناك مدن تعشق كالرجال، تعشق كما يعشق الرجل. وكتبتي صحيح عن اليمن. نعم، صدرت اول كتاب اللي هو عن اليمن، ايام في اليمن. الآن أعددت العدة وحضرت وجهزت للكتب الأخرى، سأسميه ريشات من أجنحة السفر، يعني ليس كل أسفاري لأن لا أستطيع أن أكتب عنها كلها. نقف عند اليمن قليلا. في اليمن قلتي عندما ذهبت إلى اليمن شعرت أنني أتحرر من عقد النفط. نعم. كيف؟ نعم. في يعني عقد، في عقد النفط؟ إيه، في شوفي شو العقد إحنا هي؟ في الخليج نعيش المرأة شو تلبس وشو تقدم بس الخليج يا ليلى